واش الدراري شباب معكم اوتو فريكس مجددا في فيديو جديد. انا كملت الدراري بلانج ديالنا الحلقه ديال المحاجب الدراري نديروا عليها غير اكسيون شوفوا واش كاين الدراري تقاش عمر الانترو بداو الفيديو لوك شي عمرك شو لاش نعجبك بلانج ديال لايك دير سبسكرايب تقاشوا بداو باك على بداو الدراري الحلقه ديالنا المحاجب هذه الحلقه 6 راه مجاو شنو هو مولاي شنو هو اه عندها علاقه ب لا مولاي راني على شنو تاع لاشين ايش كيمات مولاي عارف تجي في وقت بنادم كيكون مركز تجي دائما تجي تخسر لنا اللعب وعلاه يا نوري هكذا وعلاه باك تشوف حتى ايش كيمات ما فقتلهاش واش بيهم شنو واش يحوسوا شنو وانا وانا على بالي هادو ما يكون باغير غير كاش حاجه مولاي اه يا خلاص ها ما لعبتش روح دخلها ايها ارسول اشرا ومدينتين لاي سجن خني سنلان ايجان جميل سجن فهمت غير اسمي السلام عليكم عشر العاشر وعليكم السلام هاي الهدرة الجنرال تاعنا جاب شي هدر معاك في موضوع مهم وراو زعفان شوية سوالا راو زعفان قولوا لنا حيت زعما عندك جزائري عندك هذا انت من جزائري ولا كيتشبه حافظ اللغه ديال انا حافظ الدارجه ولا كيفاش البلان راهو زعفان شويه سوالا راهو زعفان شكيت به قولوا لنا حيت زعف ويهضر ورانا هنايا باش نتعاونوا تفضل وين شنو هو مدام محاجب كان داو ديال شنو ديب المحاجب اللي بروميتهم لنا ونراهم انا جامي بروميت الله شي المحاجب الحقيقة يعني وهذه لا فيريتي ماشي راني نتخبى على كل حنا نخدموا زيت الزيتون المحاجب بون بيناتنا هكذا هنا في الدار داكور بصح هذه تاع البرومينا لاشين على المحاجب هذه الحقيقة مازال كاع ما خممت فيها. اي تونجو تاع البلا ديال زيت الزيتون الدراري عارفوا زيت الزيتون صافي ديال البيترول خلاها الدري خلاها لي واحد الدري في كومنتار كي قالوا لي الدراري في انستغرام فهمتي الدراري كنتكم واعرين. توش نقول 10 على 10 هذا هو اللي برومينا المحاجب جنرال فارس رماكم الحجب جنرال تاعي فارس نجي نقول لك انت اروح 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 فهمني يرحم بابك واش هاد الحكايه تاع المحاجب مع لاشين يرحم بابك مولاي خليني نفهمك نهار اللي مرضت مولاتي رزان ايه رحت نجيب لها حشيشه من لاشين ايه امها دارت لي شويه محاجب باش نديهم معايا هاولي شي حبيبه عطيتهم يدوقوا قال لك ما تروحش منا غير تجيب لنا المحاجب بروميت لهم شويه محاجب ديروها من نيتهم راك تشوف جاو من لاشين جاو على جال المحاجب صافي مساكن هادو جابتهم البن على بالك وكيما سينا نديروا المحاجب ما قدرناش اه ما عرفناش حبيتو شغل تكوبيو عليهم يا خاطش فيها يد هي فيها يد وريت شوف كيفاه نشوفوا المحاجب تاعهم كيفاه خدمه هذو انتوما جربتوهم الخريطة تقول خريطة على بالك هذو يقدروا يكوبيو كلش بصح غير المحاجب اللي ما يقدروش يكوبيوه هذه باش تعرف باللي احنا فور احنا فور بالبزاف هذه تجي كاسة تاع الحمام بالكش ما تخرج فيها مقدفة من ذاتك صح باش تكون هذه محاجب يا حسرة سما والأرض أي بعيد عن المحاجب معليش المهم اليوم راكم معروضين عندي هاك رد لوريس قرد رد لوريس عرضو وعلى هذي أني فاهم كلش وأنا على قلت لك راكم ضياف عندي أني فاهم على بالي بلي لي سبوما هي اللي خلاتكم ديروا هذا الديبلاسمون نوري شوف مع نوري دير حتى 30 ولا قول لها دير 31 حبه محاجه هكذا باش نذوقوهم قول لها ديرهم حبه 31 حاضر مولاي كي سماك الله تاسون اليوم راك راح تنحس صبعتيك وقال ماكش فاهمني مولاي كيف مش فاهم حنا تفاهمنا على زوج ما تخممش يا سيدي نديروا 20 حبه لواحد كاع راكم ضياف عندي السوج ملاير لا
الله يا خويا على جوج الله يرضيك تفرشوا بها وشينا ما يرحب بها حاجه اكثر بلي جوج الله يرحب بها حاجه باسكو كي تيتني هذه لا ريبليك ودخلت لداخل وذني نسيبتي مضاريه ترعفني مني في بصحتك راح ترعفني من وذني جوج الله يرضي شلون شنو كان انسان يحترم مثل مشاخير جوج الله يرحب بها محاجب تقولها في وجه عاشور العاشر تبي تقول اصحابك هذا اقول لهم يقادروا روحهم خاطرش راني قادر ندورها لهم عنف مايدا 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 سبب العقل مايدا مايدا هذه ماشي مايدا حتى شوية من الجيش تاعنا ما قدرناش نجيبوهم كاع الله يبارك مولاي مولاي انا نيغوسي معاه كامل خرجوا هادو بورتون كنا مزيرين لاكارد شوف مولاي ما لازمش دير واش يقولوا لك مستحيل حنا نديروا لهم زوج ملاير محاجب صح لازم نلقاو حل مولاي ترى صاحبي تحبس لي مخي ياك هذا البروبليم تري درتو دبر راسك تري لازم تسيب الحل وعبر المحاجب واش تقدر دير مولاي أنا تبالي معارهم مع الحدورة خلوهم حتى يرقدوا ونهودوا عليهم رولو ونكملوا معاهم تم يا فارس يا قومك حاجة يا قومك حاجة ها قومك حاجة أنا كروير حبس قولوا أوي يعد ربك بغري يقص ربك وش قدرنا يا فارس وش تميز لو كان باري قزنب احنا يا نخدموا لكم مليار حبام حاجة سي يقولوا شو يا كان مصور أقوام 200 مليار نديروا لهم زوج ملاير محاجب هذا ماك انت جنرال ولا انا دكتور نحكي الوزير انا في رايي يا مولاي اللي دار هذا الغلطه يتعاقب وهو اللي طيب فاش هادي متعاقب انا رحت نجيب حشيشه لاختي كانت مريضه مسكينه حشيت نبازي فارس انت اللي خلقتنا هذا البروبليم لازم تسيب له الحل شوف ما تهضرش مع وليدها واذا شناوا حبوا ياكلوا المحاجب وش فيها رعف عوجان معنا يا مرتانا معنا جوج ملاير محاجب ياك انا جبتك انا باه تعاونينا ولا جبتك باش ترعفينا باه تمرمدينا باه تعينا وكما جيتي وكما جيتي لي طيبتي المحاجب بالفارس وكما رناش كاع في هذه المصيبه احنا شو دخلها هي على مسكينه ما تحاميش عليها قادره على روحها شوف خلاص ما تحاميهاش عندك الحق علاني راني غلط انا في رايي يا مولاي الجيش نتاع فارس هو اللي طيب كيفاش هادي الجنرال فارس الجيش نتاعه يطيب محاجب هادي كما تخش في العقل هادي هاد الجيش اللي ما فرحناش في الحروب وما يفرحنا في العجين اش تكيدي لي انا باش نعطي راي بكر عنده الحق العصاب راي عنده الحق نشوفه هاو معانا الحكيم نتاعنا وانت يا برهان واش تقدر تفيدنا فيها مولاي انا نحاول نساعد شوف يا مولاي عندي اختراع نتاع هذه الاله هذه ولا ربما تقدر ضعف الشيء اللي نحب ندير فيها شوف يا مولاي نحطوا حبه محاجبه هنا ايوه والدوزان يكون هنا وهي رايحه تخرج لنا حبه محاجب سوا كيما الاولانيه توامات كيما نقولوا توامات يا برهان لازم الاختراع نتاعك ينجح على خطر راهي زوج ملاير غير اللسان اللي كلها احنا ماذا بينا لو كان كاع النساء تاع القصر يعجنوا وخلاص غير ما كان لا تخزر فيا انايا على بالك بلي خاطني انا الكوزينه كا
كيفاش الملكة رازان طيب المحاجب؟ ولا يسمح لي نساء القصر ما يكفوش، لازم قاع نساء المملكة يعاونونا إن شاء الله. شنو دار لهم خدمة؟ ماذا دار لهم خدمة؟ يا سكان مملكة عاشور، حصل ذات منفعة عامة. السلطان عاشور العاشر ربي ينقص من عمركم ويزيد في عمره، راه يسلم عليكم وانتم ما تسلموا عليه، ولأسباب خارجة عن نطاقنا هذا حق وواجب لكل عائلة تدير 500,000 محجوبة باش نمدوهم للشناوة. مي زوج ملاير ما تنساش. أودي على بالي زوج ملاير على بالي، أنت راك تدخل في روحك أنت، هذه باش نقسمها عليهم السكان. ساكن ساكن، هذه هذه فيها مصرفة ولا والو كي العادة. ما فيهاش. اسمع اسمع لي بالعقل عليك يا صاحبي، مش هتشكي ما أقدم. ما تخلقوش، مولاكم يفرح بكم. هذه بكري دوكا غير حصلوا بها حقروا اصبروا 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 اصبروا، هذا امر من عند الملك. مي واش معنى تقيو؟ معناتها اي بلو راهم قبلوا. محجوبه راهي ماهيش تشيشه ولا دري، هذيك عندها دو كوب دافريك في الطيب، طيبه من البريمه، عندها بالم دور في الكسكيس، كسكسيها ما ثماش. نوري نحي يدك. ماني نروني نبي نشوف برك هذا مكان. بعينيك ايه، الكسكسي اللي تعمله مش جيد للخشين المتوسط للمحمصه، الدنيا الكل تعملها. زيد هذيك الا عندها اوسكار في المحاجب، نزيدوها ثلاثه طابونه هيك ها والباقي عليها. انا ما يهمني لاني اوسكار لا تروازيام دان، اللي يهمني السي في هو اللي يهدر. محجوبه انت وين خدمتي قبل؟ انا نخدم بارتو. اخر مره خدمت للملك بوشوشه في طهارة وليده، ووكلت 1500 واحد راحوا كاع فرحانين. 1500 هذا مكان يا ما جاتك قليل. نوري يا ترى فريتها ولا مازال؟ راني فراتها النوريه، نقدم لك محجوبه شامبيون دافريك تاع لي زوسكار، والثروزيام دان نتاع البالون دور نتاع الطيابة. تفضلي محجوبه. كيما قلت لكم نخدم في العراس، في الطهاره، في الجنازه، لي فيونساي، لي ديفورس، وسبيسياليتي تاعي الطعام، اللحم الحلو المتوم، المهم تهلاونا في الاخر. بصح ما قلتوليش واش راح نديروا عندكم وليمه؟ نوريا اش عارف اذا ما قلتلهاش؟ ليه ما قلتلهاش؟ قلت تفسر لها انت خير. عندك الصح نقولها انا خير. واه فرس قولها انت خير، قولها. كي غادي نفهمكم ما نضروك. شوف اختي شتهات شامبينيون، جابوا لها شامبينيون شومي يا رب. طيبوه شامبينيون مسموم في ميسكم، شسرالها ماتت. لا بعيد الشر، طاحت مريضة، جبت لها الطبيب بن سينا، قال لك أخويا جيب لنا حشيشة من لاشين. حشيشة منين؟ من لاشين. وأنا رايح لاشين وما دات لي شوية محاجب، ديتهم معايا عكاز الطريق. وإحنا واش دخلنا في أختك كي مرضى تقول لنا واش نديرو؟ خالتي محجوبة يحكي على مولاتي. إحنا واش دخلنا في مولاتي كي مرضت، قلنا واش راح ندير محاجب. هذه طيبو محاجب زوج. انا زوج محاجب جبتنا كامل، انا بنتي صغيره بصبعتها طيب المحاجب. يا خالتي محجوبه الكميه برشا، تقول لها نوري زوج ملاير برك هذا مكان. وشنو زوج ملاير؟ وعلاش راح تاكلوا لاشين؟ ايوه. الله عليك المحاجب راهم وجدوا، هذه الدفعة الأولى. هذه توريها عملي لي أنا راح ناكل. نوري نكتم عمليها ما هو ما باش ياكل. تينغ تشانغ ذوق ذوق المحاجب تاع الصح. شي الكوير. أيوة بسم الله. مالك مش كنت شوكا هكذا أو الحلوة تشوم البنة. تينغ تاك هو يقول باللي بنينة مي مخصوصة شوية طياب. مش خارج يا تينك شونك ديرنا كذا. معليش روح 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 المحجوبه قول لها تزيد لهم شي طياب، وقول لها باللي قال لكم يعطيكم الصح. وشني قول لهم ياكتيفيو شويه باسكو راهي تعمرت الدخان في هذا القصر هذه، وراني رحت البصل بسرعه. حاضر مولاي. صح خصوصا شويه طياب. يا تينك شونك. بنتي
واش صافا؟ صافا بابا بخير. راني جبت معايا يما مع الطيابات في الكوزينه. وعلى هكا وعلى وعلى يا بنتي وعلى وعلى يا عبله، دوك تجي لي لهنا دوك تشوفها راه زلعبك بلي راح دير لي حاله. اش بيك بابا تخاف منها سوبوا؟ ماشي نخاف بنتي ماشي نخاف، لازم تفهميني. مش عارف انا ماذا بيا لي بروبليم، نقول لك ما عندش لي بروبليم، انا ماذا بيا لي بروبليم ننفيتيهم للماكسيموم. ايفيتي بابا ايفيتي ايفيتي، راحت لي راحت لي. وديجا يما جات تعاونك بركه، ياك تعرفها تطير في المحاجب. طير برك المحاجب تاع يماك، ما كاش اللي يعرف يديرهم في الدنيا. البنا تاعها نقول لك الصح مزت الان في فمي. كين تشاون او جرون فور الور وجد فمك، باسكو اليوم ماك راح ديكوفري واش معناتها البنا. انا ديجا راني حسيتهم صافي لونطون ما كليتهمش. حاجب مولاتي القديمة، صدقني فرحنا بيك في الكوجينة، شرفتنا وطحشتك برشا. صحة نوريا. أيا البنات لفرويحكم في ساعة. نعمتي يا درم. ها الهضرة، عرفتها باللي غير انتوما اللي تفروها. اسمعوا، لازم تأكتيفيو على خاطرش الحالة ما راهيش تشكركم، والمحاجم مدى بيكم طيبوهم مليحة. هاي اتنفسي اتنفسي اتنفسي، ما بقاش قد اللي فات. وش حال مزال؟ ما بقاش بزاف، مليار و600 برك. اتشرو اتشرو، هيا هيا جيبوا لي رومبلاسون، حنا ما نسحقوش لي براكاز يدرعوا. هيا نوري، يزم الجسان برا مش يخدم على روحك، خلينا نخدم على رواحنا. راني غير كونترولي هذا مكان برا. كونترولي سلعتك خير لك برا. كونترولي وانتي حاضرة؟ ما هو حاضرة. عجن العجينة من اليمين اللي صار ومن اللي صار اليمين، وعركها مليح حتى تولي ترشق كلوبانة. عملت لي شوف مونتاعك شيش تعمل لنا دي شيرير ترسلنا نعاني وفيك زيدا. الأبين بطولة. مولاتي نوريا هادي شا راهي تدير هنا؟ حابة تتعاون؟ ما يخي قلنا لها مرحبا بيك. أوي مرحبا. شدي شدي العيالة. وخليت شوي من هاتية. جيبي لي الفارينة نوريا. ليه مولاتي، المحاجب يتعاملوا بالسميد مش بالفارينة. ماشي هكا، زيدي شوية ما باش تطلق روحها. إذا أنا نبغيها شدة روحها. أغرى عجبتيني يا بنتي، قبل ما تروحي أعطيني السيفي تاعك هكذا كنتيك معايا طيبي في العرس. زيدي شوية خميرة. كان على بالي أنا بروحي كنت غادي نزيد لها خميرة. هي صاي خلاص خليني نعجن، بس حقيت شكون يوري لي. نوريا شبيك انتي ماكش تشوف فيا ليه يا توا؟ السلعة خلاصت ملكي. لطف، شنو اللي خلاصت؟ السلعة الكل؟ يا لطيف، وكان نبعثك للبحر ينجح انتي. اش باش نعمل؟ برا قول مولاي. لا قولها انتي يا نور. قلت لك قولها انتي. قولها انتي يا بي. تبعني. سبقني امشي. طلع شي ما غادي يكملوا هاد المحاجب هذا شي يغفر له ربي. مولاي كيفاش نديرو دروك؟ السلعه راهي خلصت. مولاي شنو يفهموا العربيه؟ شنو يفهموا العربيه؟ ما نقول لهم دوكا يفهموا. ثورة ميتفك السلعة أمكارا نخدم. اش يثرى أنا نخدم بلا بصل بلا طوماطي جديا كان. سعيد الحق. اسمحي مولاي، لا معنى أورا إيفوك. سعيد الحق. أنا خدم سلفارينة وبدين. سعيد الحق. ودميرارة تفارينت وستفاري مانيس. ذا الصحة مولاي. أنا خدم ثغريفين. سعيد الحق. أبو رهان إذا ما شنت لني مولاي أوزحها حاجب سلحة الكغاب. لا 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 سحق المؤمنة شنوين هذا شن الكغاب؟ نكيني سناغ المحاجب سال بصل لا طماطيش وقرايحة سحقة فهمام. مولاي هادو مركوها فضحوا حتى القبيلية فهموها. أنا نقول نعلنوا لهم الحرب. هيا بركة أنا فارسي الحم والديك. بي بركاكش فارس عنده حق. أوه حبوا يأكلونا هذا ولا
ما كان لا بحاجب لا بغري ري والله هي بزاف الحرب والله ما سيتاون ديجا ما كان لا سيتاون وينو سيتاوني انا بزاف عاد العباد هذا قلنا الحرب 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 يا مولاي راني معك وانا درعك لي راسه نحيته ابويا راهم واحد المليار ولا بالك فايت مولاي انا محل نقتلهم هادو ما نربحش الحرب معاهم شكون قال لك بلي تربح الحرب مع هادو شكون قال لك يا يما يا يما يا يما جايبين شويه انا وين درمو هادي قاعده باسكو تدخل الحرب 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 الدحم فينا هيا نروح للشوكانه انا جيب لي ربي مرجانه عندها الحق ندوروها بغرير وخلاص فارس وش قلت بغرير شكتهم 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 يكون فهم بلي فهمتني فاويش دير روحك تبكي باش من غير هذا بيك تبهدينا رانا فيها كيفاش انت سلطان وانا سلطانه خلصت علينا بالبغرير حمدي ربي لي روندينا وي لبك كان درت على خوك انا الحرب الحرب مع هذا خلصت علينا في جبانه ان شاء الله برك قولي ما يفيقوش كي نطبونا من البغرير ولا فقوا راني انا ويماك ما نتفاهموش باسكو لي دي تاعها رجعنا مولاي شنو هو وين راح نفيقوا بين المحاجب والبغرير أو يخزر فيك أو يخزر فيك ما تديرش اسمه كيف يثيقك فهذا ما يثيقوش مخرب راك معايا مولاي أنا معاك أنا معاك شوف البغرير مسقب وحلو ومدور يعطينا الصحة والمحاجب فيهم البصل والطماطيش وحارين وفيهم الملح وكاري يعطينا الصحة وين راح نفيقوا ها خفات لي هذه ونجد نريبك هاني رايبك شما زيد كثر من هذا الشيء كي نعود نغسل لك في رجليك ندير في بالي غي نغسل لك في يديك ونورمال ما نفيقش هيا ما تبات لكش على بالك سبحان الله لك صح دير 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 هاي جبا بتخلعكمش لافارم ما ديروا السمير ما تخسروش فيهم ما ديروا السمير ما ديروا السمير ما ديروا السمير ما ديروا السمير بنت شوفها باش تكمل معاها أو يقول لك يعطيكم الصحة وحار كيفاش خدمتوهم رابيدمو منو قال لك بلا مزية وفي الحقيقة حنايا كي يكون هكذا حاجة في الشدة نسلكوا راسنا معليش نشوف حبس حل شوف ها وهادو السلاطق الاخرين الباكر انا بعثنا راح زيد انت اي اجري حبس حل شوف تفضل هاي اغلق روح هاي انت انت روح قباله روح قباله انت لا دوان ماشي هكذا يا ابن عمي لا دوان يا 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 يا
هذا البقري بتاع فيه البلة تاع الحاجب. ذوق يا خويا ذوق، انا ما عرفتنيش ذوق. وجو شي غيقول لي عاوتاني كل شيء جوج الملايير من هاد حاجب يا ولد فهم بخلير محاجب ما كلا بغرير سوج ملاير شعار سوج ملاير تدبر علي الأدبار دبر عليها جدك شو الرئيون البغرير شوف كي ذوقوا الماكلة العربية زرتو في بحال هادشي هذا لي تراديسيون هادشي تيجبو ما هما داكشي ازياتيك عندهم على من بوحدو يمكن جوج الملايير واحد اخر عاوجاني الله الله اخدام الدراري هادشي اللي كاين في الرياكسيون تبقاش عندنا في الرياكسيون جديدة فيديو جديد Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say